هل العهد الجديد حاله أفضل؟ حسنا، لا يمكن أن ننفي أنه من وجهة نظر أخلاقية يعتبر المسيح تطورا عظيما بالنسبة للغول القاسي من العهد القديم. بالتأكيد فإن المسيح على فرض أنه وجد أو أيا كان من كتب العهد الجديد إذا لم يوجد المسيح، كان بالتأكيد أحد أعظم المبتكرين الأخلاقيين على مدى العصور. خطبة الجبل سبقت عصرها بكثير، ومقولة أعطي خدك الآخر سبقت كلا من غاندي ومارتن لوثر كينغ بألفي عام. وليس عبثا أنني كتبت مقالا بعنوان ملحدون لنصرة المسيح، وأثار إعجابي أنني بعد ذلك على قميص مطبوعة عليه هذه الجملة: هامش ريتشارد دوكنز Atheists for Jesus Free Inquiry 25:1,2005 pages 9-10. نهاية الهامش. يقول داكنز: ولكن تفوق المسيح الأخلاقي يؤكد ما أقوله هنا. المسيح لم يأخذ أخلاقيته من الكتاب المقدس الذي تربى عليه، بل ابتعد عنه كثيرا. كمثال، عندما أهمل موضوع السبت، اقتباس: السبت صنع من أجل الإنسان ولم يصنع الإنسان من أجل السبت. نهاية الاقتباس. تلك المقولة أصبحت مثلا متداولا، وعندما تكون رسالته الأساسية هي أنه علينا أن لا نأخذ أخلاقياتنا من الكتاب المقدس، أعتقد أنه علينا أن نكرمه كرمز فقط بسبب هذا الموقف. أما بالنسبة لرأيه بالعلاقات العائلية فهي ليست بتلك الآراء التي أحدنا يرغب بتقليدها. لقد كان معاكسا بل عاقا حتى مع أمه، وشجع تلاميذه أن يتركوا عائلاتهم ويتبعوه. اقتباس: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. نهاية الاقتباس. الكوميدية الأمريكية جوليا سوينيا عبرت عن حيرتها من خلال عرضها المسرحي المنفرد دعنا نترك الإله هامش. جوليا سويني تصيب قلب الحقيقة أيضا عندما تتطرق وبشكل مختصر إلى البوذية، تماما مثل المسيحية ينظر لها البعض كديانة أكثر لطفا ومحبة مقارنة بالإسلام، وفي أغلب الأحيان يتم الإشارة إلى البوذية كأفضل الأديان. لكن فكرة الانتقال إلى درجات أدنى في عملية تناسخ الأرواح بسبب الذنوب في الواقع مزعجة جدا. تقول جوليا: لقد كنت في زيارة إلى تايلاند، وصدف أنني قمت بزيارة امرأة تقوم برعاية الطفل المشوه إلى درجة عالية. أضافت جوليا: لا تقولوا يا للطفل المسكين، لأنه بالتأكيد قد فعل شيئا فظيعا في حياته السابقة كي يولد هكذا مشوها. نهاية الهامش. يقول داكنز: أليس هذا ما يفعله المتطرفون؟ يدفعون الشخص لمقاطعة عائلته ليسهل لهم غسيل دماغه. هامش: دراسات أكثر عمقا لأساليب أخرى تستخدم لهذا الغرض تستطيع أن تقرأ عنها في باركر 1984. المزيد من التحقيقات الصحفية للثقافات المعاصرة تجدها في لين 1996 وكيدليف آند جافرز 1978. نهاية الهامش. يقول داكنز: وبالرغم من قيمه العائلية المثيرة للشكوك، فقد كانت تعاليم المسيح الأخلاقية على الأقل بالمقارنة مع أخلاقيات العهد القديم الكارثية مثيرة للإعجاب. ولكن هناك تعليمات أخرى في العهد الجديد من النوع الذي لا يفترض أن من يتبعها هو إنسان جيد. وهنا أنوه بالأخص للفكرة المركزية للمسيحية غفران الخطيئة المتوارثة. تلك التعليمات التي تشكل قلب العهد الجديد وتقارب أخلاقياتها البغيضة قصة إبراهيم وقراره بشوي ابنه إسحاق، والتي تشابه، وهذا ليس صدفة كما يوضح جيزا فيرميس في كتابه الأوجه المختلفة للمسيح. الخطيئة الأصلية بحد ذاتها أتت من العهد القديم ومن أسطورة آدم وحواء وارتكابهم الذنب بأكلهم من الفاكهة المحرمة. تبدو بسيطة لدرجة أن بعض التوبيخ كان كافيا، ولكن الطبيعة الرمزية للفاكهة معرفة الخير والشر، والتي ظهرت بمعرفتهما بأنهما كانا عاريين،
كانت كافية لتحويل تلك السرقة الطائشة لتصبح أما وأبا لكل ذنب. هم وكل نسلهم حرموا للأبد من جنات عدن ومنعت عنهم الحياة الأبدية ولعنوا لأجيال من العمل الشاق في الحقول وآلام الولادة. كل ذلك الانتقام يستمر معنا كما هو الحال في العهد القديم. العهد الجديد أضاف ظلما آخر مطعما بسادومازوخية عنيفة لا تقارن حتى بالعهد القديم. إن من المثير للتساؤل عندما تمعن التفكير أن دينا ما يتبنى أداة للتعذيب والإعدام كرمز مقدس وتلبس غالبا حول العنق يقصد الصليب. ليني بروش لديه الحق في الاستهزاء عندما قال لو أعدم المسيح قبل 20 عاما سيلبس أطفال المدارس الكاثوليكية كراسي إعدام كهربائية صغيرة حول أعناقهم عوضا عن الصليب. ولكن العقائدية والنظرية العقابية التي بنيت عليها كانت حتى أسوأ. ذنب آدم وحواء يبدو وكأنه ورث خلال سلالة الذكور مرورا عبر الحيوانات المنوية كما ورد عن القديس أغسطين. ما تلك الفلسفة الأخلاقية التي تحكم كل طفل حتى قبل أن يولد ليرث ذنب سلف بعيد له؟ أغسطين بالمناسبة الذي اعتبر نفسه نوعا من السلطة في موضوع الذنوب هو الذي أوجد التعبير الخطيئة الأصلية، وقبله كانت معروفة بخطيئة الأسلاف. تصريحات أغسطين والحوار الدائر بين رؤساء الكنيسة الأوائل يلخصان بالنسبة لي مدى انشغال رجال الدين المسيحي لدرجة التلبس بمسألة الذنب. كان بوسعهم تكريس الصفحات للتسبيح للسماء المرصع بالنجوم أو الجبال بغاباتها الخضراء والبحار وجوقات المساء. تلك الأمور أشير إليها في المناسبة، ولكن المسيحية ركزت بشكل كبير على الذنب 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 الذنب. ما أتفه ذلك ليكون شغل حياتك الشاغل. سام هاريس عبر عن ذلك بشكل رائع في كتابه رسالة إلى وطن مسيحي، اقتباس: شغلكم الشاغل هو القلق بسبب أن خالق الكون لا يقر بالأشياء التي يؤديها الناس وهم عراة. ذلك التزمت هو مساهمتكم اليومية تجاه البؤس الإنساني، نهاية الاقتباس. ولكن الآن فإن الإله السادومازوخي يتجلى في هيئة إنسان المسيح ليتعذب ويعدم كتكفير عن خطيئة آدم المتوارثة. ومنذ أن نشر بولس تعاليمه البغيضة بدأت عبادة المسيح كشفيع لكل خطايانا وليس فقط لخطيئة آدم في الماضي وكذلك الخطايا المستقبلية. ولا يهم إن كان سكان المستقبل سيفعلونها أم لا. ومن جانب آخر خطرت البعض ومنهم روبرت جرافس في قصته الملحمية الملك المسيح بأن هذا المسكين يهوذا الأسخريوطي قد عمل بصورة غير عادلة تاريخيا نظرا لأن خيانته كانت ضرورية للمخطط الكوني. ويمكن قول نفس الشيء عن قتلة المسيح المزعومين. إذا كان المسيح يرغب بأن تتم خيانته وقتله فداء لنا جميعا، فهل من العدل أن يعذق هؤلاء الذين غسلت خطاياهم كل الذنب بعناق يهوذا واليهود عبر القرون؟ لقد أشرت مسبقا إلى تلك اللائحة الطويلة عن الأناجيل الغير رسمية، وأحدها يعتبر الإنجيل الضائع الذي كتبه يهوذا وقد ترجم حديثا وبالتالي أصبحت له سمعة هامش. بول فاليري and أندرو بونكامب History of Christianity Gospel According to Judas Independent 7 April 2006 نهاية الهامش. يقول ريتشارد دوكنز إن ملابسات اكتشافه لا زالت قيد التمحيص، ولكن على ما يبدو أنه ظهر في مصر في 60s or 70s وهو مخطوط باللغة القبطية على 62 صفحة بردي، وتاريخه الكربوني يعود ل 300 ميلادية، وربما كان أصله من مخطوط أقدم باللغة اليونانية. مهما كان الكاتب فإن المخطوط هو وجهة نظر يهوذا الأسخريوطي، ويدعي بأن المسيح قد طلب منه أن يلعب هذا الدور.
كل شيء كان جزءا من الخطة لصلب المسيح حتى يستطيع تخليص الإنسانية. مهما كان ذلك التلقين بغيضا، فإنه يؤكد على أن الحقد كان قائما على يهوذا منذ ذلك الوقت. هامش في كتابهم Reading Judas 2007 القائم على ترجمة إنجيل يهوذا للكاتبين إيرين بيجريس وكارين إل كينغ، يتم إعطاء يهوذا الأسخريوطي صورة كريمة لهذا العدو الأزلي، والذي يأتي بصيغة الشخص الثالث في نفس الإنجيل. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: لقد تحدثنا عن الفداء الذي هو قلب التعليم المسيحي، هذا الشر السادومازوخي البغيض، علينا نبذه كصراخ المجانين الهاربين. لولا أن انتشاره وتعودنا عليه قد أعاق موضوعيتنا. لو أراد الله أن يغفر ذنوبنا فلماذا لا يغفرها فحسب بدون أن يتعذب ويعدم ثمنا لهم؟ كنتيجة لتلك الحادثة تسبب باللعنة لأجيال المستقبل القادمة من اليهود ليقاسوا المذابح المدبرة والاضطهاد لأنهم قتلة المسيح. هل انتقل الذنب خلال الحيوانات المنوية أيضا؟ كما يوضح لنا العالم اليهودي جيزا فيرم، فإن بولس كان غارقا بالنظرية الدينية اليهودية القديمة حيث لا غفران بدون دماء. بالتأكيد ففي رسالته إلى العبرانيين الفصل التاسع الآية 22 قال ذلك: وعلماء الأخلاق المحدثون في أيامنا هذه يجدون صعوبة في الدفاع عن أي نوع من أشكال الانتقام. في نظرية العقاب ناهيك عن نظرية الفداء كإعدام بريء لغفران ذنوب المذنبين. على أي حال، لا يملك المرء إلا أن يتساءل: من ذا الذي أراد الله أن يترك انطباعا لديه؟ ربما أمام نفسه الحاكم والمحكوم وضحية الأعدام. وكي يكتمل المشهد، فإن آدم الخاطئ المفترض الذي اقترف الخطيئة الأصلية ليس له وجود بالأساس. حقيقة مزعجة لم تكن معروفة لبولس، ربما ولكن من المفترض أنها معروفة من الإله الكلي المعرفة وللمسيح إذن كإله. وهذا ينسف كل هذه النظرية من أساسها. ولكن بالطبع فإن قصة آدم وحواء كانت رمزية فقط، أليس كذلك؟ رمزية؟ حسنا، لأجل أن يثير المسيح انطباعا مؤثرا في نفسه، فقد ترك نفسه يعذب ويعدم في عقوبة مروعة لأجل ذنب رمزي ارتكبه شخص لم يوجد أصلا. وكما قلت فهي قصة مثيرة للإشمئزاز كصراخ المجانين الهاربين. قبل أن أترك الكتاب المقدس، أحتاج أن أنبه تحديدا لأحد الطرق الغير مستساغة في تعليماته الأخلاقية. من النادر أن ينتبه المسيحيون للقيم الأخلاقية تجاه الآخر التي يروج لها العهدان القديم والجديد، وأنها بالأصل مخصصة للتجمعات الصغيرة والمغلقة. أحبب قريبك لم تعني ما نظن أنها تعنيه اليوم، بل كانت تعني أحبب اليهود الآخر. تلك النقطة أكد عليها بشكل دقيق الطبيب الأمريكي وعالم التطور الإنساني جون هارتونغ. لقد كتب مقالا رائعا عن التطور وتاريخ الكتاب المقدس وأخلاقيات التجمعات المغلقة، موضحا الوجه الآخر من الصورة حيث العداء تجاه الجماعات الأخرى. أحب قريبك، إن الكوميديا السوداء التي أتى بها جون هارتونغ واضحة من مطلعها. هامش، مقالة هارتونغ نشرت بالأساس في صحيفة سكيبتيك 3/4/1995، لكن حاليا فإن من السهل الحصول عليها على العنوان التالي، وستجد الرابط في أسفل الفيديو. نهاية الهامش. يقول داكنز: عندما يحكي عن مبادرة مسيحي من جنوب الولايات المتحدة بحساب عدد سكان ألاباما في جهنم، وكما أوردت صحيفة نيويورك تايمز ونيوز داي، كان العدد النهائي 1,086,000 نسمة، وذلك باستعمال معادلة سرية للاحتمالات، وفيها سيخلص الجنوبيون الميثوديون نسبة أكبر من الروم الكاثوليكيين. اقتباس: أي شخص لا ينتمي لجمهور الكنيسة يحتسب من بين الضالين. نهاية الاقتباس. تلك الأفكار الغير طبيعية والمتعجرفة نراها اليوم في عدد من صفحات الإنترنت الداعية لموضوع القيامة. ملاحظة من عندي:
القيامة هنا تعني القيامة المسيحية ولا علاقة لها بالقيامة الإسلامية. نهاية ملاحظتي. يقول داكنز: حيث يعتبر الكاتب نفسه من بين الذين سيحلقون للجنة بشكل مؤكد عندما تأتي نهاية الأيام. إليكم مثلا نموذجا من كاتب اقتباس متهيئ للقيامة. نهاية الاقتباس. أحد الأمثلة الاستعبارية المتكاملة بهذا الصدد. اقتباس: عندما تأتي القيامة وأختفي إلى السماء كنتيجة لذلك، سيكون من الضروري أن يقوم قديسو المحنة بإدارة صفحة الإنترنت هذه. نهاية الاقتباس. ربما لا تعرف معنى قديسي المحنة هنا، لا تزعج نفسك، فلديك ما هو أهم من ذلك. هامش، ربما يتساءل القارئ الآن: ما المقصود بقديسي المحنة؟ لا تشغل نفسك بهذا، فلديك أشياء أهم تشغل نفسك بها. نهاية الهامش. يقول داكنز: ترجمة هارتون للإنجيل لا تعطي أي قاعدة يمكن أن تؤدي لمثل هذا التعجرف بين المسيحيين. المسيح حدد المجموعة التي سينوبها الخلاص لتكون من اليهود، وذلك باتباع تقاليد العهد القديم، والذي كان كل ما يعرفه المسيح. يوضح هارتونغ بأن لا تقتل لم يقصد بها أبدا ما نظن أنها تعنيه الآن، بل أنها عنت بشكل خاص لا تقتل اليهود. تعليق من عندي: هذا أيضا ينطبق على نهي الإسلام عن القتل، حيث يعني لا تقتل المسلمين لا غير. نهاية تعليقي. يقول داكنز: وكل تلك الوصايا التي تشير إلى القريب خاصة كذلك. القريب تعني الرفاق اليهود، الطبيب والحاخام شديد التقدير. ابن ميمون من القرن الثاني عشر يشرح معنى لا تقتل كالتالي. اقتباس: عندما يقتل أحد ما إسرائيليا فهو يخالف أحد الوصايا المانعة، لأن الكتاب المقدس يقول لا تقتل، وإذا قتل أحد ما شخصا بإرادته وبوجود شهود فيجب إعدامه بالسيف. وبالطبع فإننا لا نحتاج لإعدام من يقتل وثنيا. نهاية الاقتباس. بالطبع. يقول داك: ويقتبس هارتون من السنهدرين، المحكمة اليهودية العليا المرؤوسة من قبل الكاهن الأكبر، والذي أصدر بيانات تنحو نفس المنحة، حيث قام بتبرئة رجل فرضيا قام بقتل إسرائيلي بالخطأ بينما كان يحاول قتل حيوان أو وثني. هذا اللغز الأخلاقي المحير يثير نقطة مهمة: ماذا لو أنه قام برمي حجر على 9 و2 وإسرائيليا واحدا، ولسوء الحظ قتلنا الإسرائيلي؟ صعبة، أليس كذلك؟ لكن الجواب جاهز. اقتباس: لا مسؤولية تجاه ذلك كون الغالبية كانت من الوثنيين. نهاية الاقتباس. يستعمل هارتونغ العديد من العبارات الإنجيلية كما فعلت أنا في هذا الفصل عن غزو الأرض الموعودة من قبل موسى ويوشع والقضاة. كنت حريصا على إيضاح أن المتدينين لم يعودوا يفكرون بطريقة الكتاب المقدس، وبالنسبة لي فإن ذلك يبين بأن أخلاقنا بغض النظر عن كوننا متدينين أم لا تأتي من مصدر آخر بغض النظر عن التدين أو عدمه. ولكن هارتونغ يحكي لنا عن دراسة مرعبة قام بها عالم النفس الإسرائيلي جورج تامارين. لقد أعطى تامارين لأكثر من 1000 طالب أعمارهم بين 8 و14 من إسرائيل نصا عن معركة أريحة من كتاب يوشع. اقتباس: قال يشوع للشعب: اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. رحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسلين الذين أرسلناهما. وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا، وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدرها، وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. نهاية الاقتباس. ثم سأل تامارين التلاميذ سؤالا أخلاقيا بسيطا. اقتباس: هل تعتقد بأن التصرف يوشع والإسرائيليين صحيح أم خاطئ؟ نهاية الاقتباس. والخيارات التي كانت لديهم هي كالآتي: ألف صحيح بشكل مطلق، باء إقرار جزئي، جيم خاطئ بشكل كامل. النتائج كانت واضحة: 66% صحيح بشكل كامل، و 26 خاطئ بشكل كامل، و 8% إقرار جزئي. إليكم 3 أمثلة من الذين يعتقدون بصحة الفعل على بشكل كامل. اقتباس: برأيي أن يوشع وأبناء
أبناء إسرائيل فعلوا وتصرفوا بشكل صحيح، وإليكم السبب. الله وعدهم بالأرض وأعطاهم الإذن باحتلالها، ولو لم يفعلوا ما فعلوه ولم يقتلوا أحدا فلربما كان هناك خطر من احتمال بأن يضيع أبناء إسرائيل بين الجويم الغير يهود. يقول آخر: برأيي أن يوشع كان على حق فيما فعل. السبب الأول هو أن الله أمره بالقضاء على الآخرين حتى لا يستطيع بنو إسرائيل أن يضيعوا بين الآخرين ويتعلموا منهم العادات السيئة. يقول آخر: يوشع تصرف بشكل صحيح لأن سكان تلك المنطقة من دين مختلف، وعندما قتلهم يوشع محى أديانهم من الأرض. نهاية الاقتباسات. في كل حالة من تلك الحالات، يقول داكنز، كان تبرير المذبحة دينيا حتى في بعض الحالات في حالة الرفض بشكل كامل. جيم، تم تبريرها لأسباب دينية. أحد الفتيات مثلا رفضت غزو يوشع لأريحا بسبب أن احتلالها يستدعي دخولها. اقتباس: أظن أن ذلك سيء لأن العرب نجاسة، وعندما يدخل أحد ما أرض نجسة سيصبح نجسا أيضا وملعونا مثلهم. نهاية الاقتباس. وإثنان آخران، يقول دوكنز، من الذين رفضوا بشكل كامل تصرف يوشع بسبب أن يوشع دمر كل شيء حتى الحيوانات والأملاك بدلا من أن يضعها في خدمة الإسرائيليين. اقتباس: أظن أن يوشع لم يتصرف بشكل جيد لأنهم كانوا باستطاعتهم أن يستخدموا الحيوانات. يقول آخر: أظن أن يوشع لم يتصرف بشكل جيد لأنه كان يستطيع أن يترك أملاك أريحة بحالها، لو لم يدمر منازلها لأصبحت الإسرائيليين. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: ومرة أخرى ابن ميمون الذي غالبا ما يستشهد بحكمته العلمية نرى في موقفه بدون شك في أمر كهذا. اقتباس: إنها وصية إيجابية، تدمير الشعوب السبعة، لأنه قال عليكم تدميرهم بالكامل، ولو ترك أي منهم حيا رغم استطاعة قتله لكان ذلك مخالفة للوصية، لأنها تقول اقتباس: لا تترك أي شيء يتنفس على قيد الحياة. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: على عكس ابن ميمون فإن الأطفال في تجربة تاميران صغار وأبرياء، وربما كانت وجهة النظر الوحشية تلك من أهليهم أو الثقافة في الوسط المحيط الذي تربوا فيه. وعلى ما أظن فإن الأطفال في فلسطين قد تربوا بطريقة مماثلة في البلد الذي تشتته الحروب، وسيعطون آراء مماثلة ولكن في الاتجاه المعاكس. تلك الاعتبارات تملأني باليأس. يبدو أنها تستعرض الطاقة الهائلة للدين، وبالأخص التربية الدينية للأطفال التي تفرق بين الناس وتبني العداوات التاريخية والثأر المتوارث. لا أستطيع تجاهل أن اثنين من أصل ثلاثة تبريرات في تجربة تاميران نوهت على الشر المصاحب للمخالطة، بينما الثالث ركز على أهمية قتل الناس لمحو دياناتهم. تاميران أجرى تجربة مقارنة مثيرة. أعطي نفس النص من كتاب يوشع ل 186 طفلا إسرائيليا، ولكن استبدل اسم يشوع باسم الجنرال لين، وإسرائيل أيضا استبدلت بالمملكة الصينية قبل 3000 عام. وهنا ظهرت النتائج معاكسة: 7% من الطلاب وافقوا على تصرف الجنرال لين، و 75% رفضوه. بعبارة أخرى، فإننا عندما سحبنا ولاءهم لليهودية من الحسبان وافقت الغالبية على المبدأ الأخلاقي الذي يتفق عليه معظم البشر في الوقت الحاضر. تصرف يشوع كان مذبحة بربرية، ولكن كل شيء يبدو مختلفا عند النظر إليه من وجهة نظر دينية، والفرق يبدأ في مراحل مبكرة من الحياة. الدين هو الذي فرق بين الأطفال الذين يلعنون المذبحة وأولئك الذين يباركونها. في فصل آخر من بحث هارتون ينتقل للعهد الجديد، ولإعطاء مختصر مفيد عن البحث، فإن المسيح كان مكرسا لفكرة المجموعة الداخلية وأخلاقياتها وما يتبعها من عنف تجاه الجماعات الخارجية التي كانت من الأمور البديهية في العهد القديم. المسيح كان يهوديا مخلصا. إن بولس هو مخترع فكرة أخذ الإله اليهودي للوثنيين. هارتون يقول بصراحة: لا أجرؤ عليها. اقتباس: سيتقلب المسيح في قبره لو علم بأن بولس سيأخذ خطته ويعطيها للخنازير. نهاية الاقتباس. هارتون يمسح بشكل فكاهي:
عندما يصل لكتاب رؤيا يوحنا، والذي هو بدون شك أحد أكثر الكتب غرابة في الإنجيل. من المفترض أنه مكتوب من قبل يوحنا الإنجيلي، وكما يصفه دليل كين للكتاب المقدس بشكل ظريف. لو نظرنا رسائله على أنها ليوحنا بعد الحشيشة، فإن كتاب الوحي يعتبر يوحنا بعد تناوله حبوب LSD. هامش أحد عقاقير الهلوسة الكيميائية اكتشفه الكيميائي السويسري ألبرت هوفمان 1938. المترجم نهاية الهامش يقول داكنز: هارتلونغ يلفت انتباهنا لجملتين في كتاب الوحي، حيث يكون عدد هؤلاء الذين يختمون بعض الطوائف مثل شهود يهوى يفسرون تلك الكلمة بيخلصون محدودا ب 144 ألف شخص. هارتلونغ يركز على أن كلهم يجب أن يكونوا يهودا، 12 ألف من كل قبيلة من القبائل 12. كين سميث يذهب لأبعد من ذلك، مشيرا إلى أن 144 ألف لا يتضمنون أي من الذين دنسوا أنفسهم مع النساء، مما يعني بأنه ليس هناك نساء في الموضوع، وذلك أحد الأشياء التي بدأنا بالتعود عليها الآن. هناك الكثير في دراسة هارتلونغ المسلية، ومرة أخرى أوصي بقراءتها وسألخص بعضها في العبارات التالية. اقتباس: الكتاب المقدس مخطط لأخلاقيات الأفراد داخل المجموعة، مع تعليمات لذبح واستعباد ما هو خارجها والسيطرة على العالم، ولكن الكتاب المقدس ليس شريرا بقيمه وأهدافه أو حتى تعظيمه للقتل والظلم والاغتصاب. العديد من الأعمال القديمة فيها ما يشابه ذلك، الإلياذة والقصص الأيسلندية وحكايات السوريين القديمة ومخطوطات المايا القديمة أمثلة على ذلك، ولكن لا أحد يدعو لأن تكون الإلياذة كأساس أخلاقي، وهنا تكمن المشكلة. الكتاب المقدس يباع ويشترى على أنه الطريقة التي يجب على الناس أن يعيشوا بها حياتهم، وتجدر الإشارة إلى أنه أكثر الكتب مبيعا عبر التاريخ، وخشية التفكير بأن الخصوصية محصورة فقط في اليهودية التقليدية فقط. إليكم هذا المقطع من نشيط كتبه آيزاك وات 1674 إلى 1748، الذي كتبه وفيه يشكر الله لأنه ولد مسيحيا. ربي إنها رحمتك وليس الصدفة مثل ما يقولون أحيانا، ما جعلني أولد بعرق مسيحي وليس في بلد وثني أو يهودي. نهاية الاقتباس. يقول داكنز: ما يحيرني ليس خصوصية الموضوع ولكن منطقه، بما أن العديدين ولدوا لأديان أخرى ليست مسيحية، فكيف قرر الله من هم الذين سيكونون سعداء في المستقبل ليمنحوا تلك الولادة المفضلة لديه؟ لماذا فضل إيزاك وات وهؤلاء الذين توقع أنهم سينشدون تلك الترتيلة؟ على أي حال، وقبل أن يخصب وات في رحم أمه، ماذا كان وضع الفئة المفضلة؟ تلك أمور محيرة، لكن ربما ليست محيرة كثيرا للعقول التي تربت على الدين. نشيد آيزاك وات يذكرنا بثلاث صلوات يومية من قبل ذكور اليهود الأرثوذكسيين والمحافظين وليس المجددين، والتي تتلى بالشكل التالي: اقتباس: مبارك أنت لأنك خلقتني غير وثني، مبارك أنت لأنك لم تخلقني أنثى، مبارك أنت لأنك لم تخلقني عبدا. نهاية الاقتباس. الدين قوة للتفرقة وبدون شك، وذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تؤخذ عليه، ولكن يقال كثيرا وبحق بأن الحروب والعداءات بين الجماعات الدينية والطوائف نادرا ما يكون في الواقع لاختلافات دينية، وعندما يقتل بروتستانتي كاثوليكيا فهو لا يقول في نفسه اقتباس: خذ أيها البائس عبد العذراء الفائح بالبخور القذرة. نهاية الاقتباس. بل هو على الأغلب ينتقم لموت بروتستانتي آخر قتل على يد كاثوليكي، وربما في قصة ثأر قائمة عبر الأجيال. الدين هو علامة التمييز بين داخل الجماعة وخارجها، ليس بالضرورة أسوأ من لافتات أخرى كلون الجلد واللغة أو فريق الكرة المفضل، ولكنها بشكل عام متوفرة عندما لا تتوفر العلامات الأخرى. نعم، بالتأكيد إن مشاكل إيرلندا الشمالية سياسية، الجميع يعلم هذا،
وهناك بالتأكيد ضغوط اقتصادية وسياسية من قبل فئة تجاه الأخرى، وذلك لقرون مضت. هناك شكاوى ومظالم ليس لها علاقة بالدين، مع عدا أن وذلك هام جدا ولا أحد يبدو منتبها لذلك. لو لم يكن هناك دين لما كانت هناك علامات تفرق وتحدد من الذي يجب الضغط عليه ومن هو الظالم. والمشكلة الحقيقية في شمال إيرلندا هي تلك العلامات التي يتم توارثها عبر الأجيال. الكاثوليكيون الذين ذهب آباؤهم وأجدادهم للمدارس الكاثوليكية يرسلون أبنائهم للمدارس الكاثوليكية، والبروتستانت يفعلون نفس الشيء. الاثنان لهما نفس لون الجلد ويتكلمون نفس اللغة ولديهم نفس الاهتمامات، ولكن كان بالإمكان اعتبارها نوعين مختلفين من المخلوقات. عميقة جدا تلك الفروق التاريخية. وبدون الدين والمدارس المعزولة على أساس ديني فلن يكون هناك تفرقة، بدءا من كوسوفو لفلسطين، ومن العراق للسودان، ومن أولستر حتى القارة الهندية. لننظر بدقة لأي منطقة من العالم حيث توجد مشاكل وعداءات بين الجماعات المختلفة. لا أستطيع ضمان أن يكون الدين هو العلامة التي تحدد من هو ضمن المجموعة ومن هو خارجها، ولكن الرهان على ذلك هو رهان لا بأس به على الإطلاق. في الهند وفي وقت التقسيم قتل أكثر من 1,000,000 شخص بغارات دينية بين الهندوس والمسلمين، وتشرد أكثر من 15 مليون من منازلهم. لم يكن هناك أي فرق سوى الدين الذي حدد من الذي يجب قتله، وبالنتيجة لم يكن هناك ما يفرقهم سوى الدين. سلمان رشدي تأثر كثيرا بنوبة دينية قاتلة حديثة في الهند عندما كتب مقالا بعنوان الدين كما هو الحال دائما هو السم في الدم الهندي، وإليكم المقطع النهائي منه. ما الذي يجب احترامه في ذلك أو في أي من الجرائم الأخرى التي تحصل في العالم يوميا تحت اسم الدين؟ ما أبرع الدين في إنشاء الطواطم ونتائجها القاتلة، وما أكبر رغباتنا في أن نقتل من أجل ذلك. وعندما نفعل ذلك بشكل كافي فإن نتائج الأفعال لها تأثير يجعل عملها مرة أخرى أسهل. مشاكل الهند أصبحت مشاكل العالم، وما حدث فيها حدث بسم الله. المشكلة اسمها الله. نهاية الاقتباس. هامش نشرت في صحيفة الجارديان في 12 آذار 2002. نهاية الهامش. يقول دوكنز: لا أنكر بأن ميول الإنسان القوية للولاء للجماعة والعداوة لمن هم خارج الجماعة موجود حتى في غياب الدين. إن معجبي فريق كرة القدم مثال صغير على تلك الظاهرة، وحتى معجبو الفرق المختلفة يمكن أن يقسموا بناء على الدين كما هو الحال في غلاسكو رينجرز وغلاسكو سيلتيك. اللغة كما هو حال البلجيكيين، والعرق والقبيلة بالأخص في أفريقيا يمكن أن تكون عوامل تقسيم، ولكن الدين يضخم ويقوي الأذى في تلك التقسيمات بثلاث طرق على الأقل. واسم الأطفال، الأطفال يصنفون بطفل كاثوليكي أو طفل بروتستانتي إلى آخره، وذلك في عمر مبكر جدا، وبالتأكيد مبكر جدا ليكونوا على دراية بالتبعية لأي دين أو حتى التفكير فيه. سأعود لذلك الموضوع في الفصل التاسع. فصل المدارس يدرس الأطفال مرة أخرى من عمر مبكر جدا من قبل أعضاء من داخل المجموعة الدينية وبشكل منفصل عن الأطفال الآخرين التابعين لأهل ينتمون لدين آخر. ليس من المبالغة القول بأن المشاكل في إيرلندا الشمالية ستختفي لو تم إلغاء التدريس المنفصل. تحريم الزواج المختلط يقوي من شكمة الثأر المتوارث بمنع الاختلاط بين الجهات المتعادية، ولو سمح بالزواج المختلط لخفت العداوات بشكل طبيعي. قرية غلينارم في إيرلندا الشمالية هي موطن آيرل الآن ترمي، وفي أحد الأيام التي لا تزال في الذاكرة فعل آيرل ما لم يخطر على بال أحد. لقد تزوج بكاثوليكية، وفورا أجدلت الستائر في كل منزل غلينام كعلامة حزن. إن الرعب الزواج المختلط منتشر أيضا بشكل كبير بين اليهود المتدينين. الكثير من أطفال إسرائيل الذين نوهت عنهم أعلاه نوهوا عن الأخطار المريعة الناتجة عن الاندماج في دفاعهم عن معركة يوشع في أريحة. وعندما يتزوج الناس من أديان مختلفة يشار إليهم
كنذير للشؤم من الطرفين، كون زواجهم مختلط وسيكون هناك معارك على كيفية تربية الأطفال من ناحية العقيدة. وعندما كنت طفلا ولا أزال أحمل مشعل الكنيسة الإنجيلية، أذكر أنني صعقت عندما علمت بأنه عندما يتزوج كاثوليكي وإنجيلي فإن الأطفال سيربون دائما على الكاثوليكية. كان بإمكاني أن أفهم بسهولة لماذا يصر كاهن من أي طرف على تلك الشروط، وما لم أستطع فهمه حتى الآن كان عدم التناظر. لماذا لم ينتقم الكهنة الإنجيليون بوضع نفس الشروط؟ اعتقدت ببساطة أن القسيس العجوز وأبونا ألطف وأقل عدوانية من الآخرين. علماء الاجتماع عملوا استفتاء عن التناغم الديني، الزواج من نفس الدين، والمختلط، الزواج من دين آخر. نورفال دي غلين من جامعة تكساس في أوستن جمع عددا من الدراسات حتى 1978 وأجرى تحديدا عليها، الرابط موجود في أسفل الفيديو. واستنتج أن هناك ميلا كبيرا للزواج من نفس الدين عند المسيحيين، البروتستانت يتزوج بروتستانت والكاثوليك كاثوليك إلى آخره، وذلك يذهب لأبعد من أن يكون لسبب عادي لكونه ابن الجيران. ولكن ظهر ملاحظة أكثر عند اليهود، من أصل 6021 ممن أجابوا على الاستفتاء كان هناك 140 ممن قالوا عن أنفسهم أنهم يهود، و 85.7% منهم متزوجون من يهود، وذلك أكبر بكثير من النسبة العشوائية التي نتوقعها في الزواج من نفس الدين. وبالطبع ليس بالمفاجأة لأحد كيف يحاول اليهود بشدة منع الزواج الخارج. وهذه الرغبة تظهر في نقطة يهودية عن الأمهات التي تحذر أبنائها من الشقراوات المسيحية التي يحاولن الإيقاع بهم. وإليكم تلك التعليقات من الحاخامات الأمريكيين: أنا أرفض عقد قران بين زوجين من أديان مختلفة. أنا أعقد قرانهما عندما يعلن الزوجان عزمهما على تربية الأطفال كيهود. أنا أعقد قرانهما لو وافق الزوجان على الاستشارة النفسية قبل الزواج. الحاخامات الذين يوافقون على التزويج بوجود قسيس نادرون جدا ومرغوبون جدا. حتى لو لم يكن الدين مؤذيا بأي شيء آخر، فإن ميله وتغذيته الدائمة للتفريق بين البشر وزرع وقيادة البشر للميل نحو ما هو داخل المجموعة وتجنب من هو خارجها سيكون كافيا لجعله أداة قوية للشرور في العالم.